اجتمعت بيكم النهاردة لأن في عدة قرارات حبيت أطلعكم عليها، خاصة بتنظيم العمل في الشركة في المرحلة اللي جاية. الحاج خليل والدي الله يرحمه نموذج فريد في العطاء والعمل الجاد الدؤوب. أكتر من 60 سنة وهو بيشتغل وبيبني وبيكبر في الشركة. كان مؤمن دائماً بقيمة العمل في صمت. كان بيدخل الشركة من غير ما حد يحس بيه. وأنا أذكر وقع هو الله يرحمه كان حكاها لي، إن في مستثمر كبير حب يجي الشركة عشان يعمل معاه بيزنس، ولما قابله افتكروا عامل بسيط من عمال أحد المصانع. ما صدقش أبدا إنه صاحب أكبر شركة في الشرق الأوسط كله. الله يرحمه لإقرار الفتحة. الحاج خليل، أنا شخصيا مفتقده جدا يا دكتور أشرف، وكلنا مفتقدينه. عشان كده أنا بعتقد إن أحسن حاجة نقدمها له مزيد من الإخلاص في العمل. دي كانت أكتر حاجة بتسعده في حياته. وفي حاجة تاني لازم نقدمها له، وده أول قرار لازم ناخده وبالإجماع. إذا كان الحاج الله يرحمه رفض يكتب اسمه على الشركة اللي بناها بإيده وبعرقه وبكفاحه، فإحنا لازم نقدم له ده. قرار رقم 264 لسنة 2007 بتغيير اسم الشركة من مجموعة شركات عزه إلى مجموعة شركات الحاج خليل، وتغيير كافة مطبوعات الشركة وإعلاناتها واللوجو الخاص بيها إلى الاسم الجديد اعتباراً من أول الشهر الجاي بإذن الله. موافقين؟ القرار الثاني تنظيم الهيكل الإداري بالشركة بما يتفق واحتياجات العمل الفعلية، والاستعانة بالطاقات الشابة المدربة على التقنيات الحديثة في المناصب العليا بالشركة، وذلك تجديداً لدماء الشركة والنهوض بها والارتقاء بمستواها. وعليه تقرر تعيين طارق كمال الحسيني مديراً عاماً للشركة، وكذلك تعيين الأستاذ كمال عزو والأستاذ حسني الغنام مستشارين بالشركة. عرفت ليه بقى أنا عصبية وبزعق على طول؟ محدش غاوي نكد ولا مشاكل، لكن الظروف اللي أنا بمر بيها فوق طاقتي، فوق احتمال أي حد. وعليك بإيه من ده كله يا نوال؟ ما تدهنهم وتخلصي من وجع الدماغ. اللي بتقوله ده يا حمادة معقول؟ بعد كل اللي قلتهولك ما انتش مقدر خطورة المسألة؟ عارف لو ده حصل؟ عارف لو انا نجحت في اللي انا بعمله ده البلد دي هتبقى حاجة تانية خالص. انا خايف عليك قوي يا نوال. الخوف ده هو اللي بيرجعنا ورا. اي نقلة حضارية عايزة مغامرة، عايزة اقدام، عايزة جراءة. نقلة حضارية ايه بس؟ ما راحوا العراق بهدلوها اهو عشان يدوروا على النووي بتاعك. احنا ناقصين العراق لو كان فيها نووي ما كانوش راحوا لها، فهمت؟ طب انما احنا يعني هنعرف نعمل النووي ده؟ يا نوال احنا ماشيين بالبركه، ده القطورات بتخبط في بعضها، انابيب البوتاجاز بتفرقع في وشنا، المدمس بقينا بنستورده. احنا لاقيين ناكل عشان نعمل نووي؟ انت مش قلت لي مره يا حماده ان انت ما بيعجبكش اللعب المستورده وانك ممكن تعمل احسن منها مليون مره؟
طبعا. يبقى الحكايه مش حكايه امكانيات وفلوس، الحكايه هنا. والله النهار انت فتحت نفسي اقرا في النووي ده. انت لازم تقرا في النووي يا حماده. عارف النووي ده هيغير مسار القرن ال21، والناس لازم تعرف اهميه ده. تعرف ايه هو المفاعل النووي يا حماده؟ المفاعل النووي ده عباره عن غلايه زي برات الكهرباء اللي بنغلي فيه الميه. مصدر الحراره في الغلايه هو ده الوقود النووي. الوقود النووي لازم يخصب عشان يشغل المفاعل النووي ده اللي بيسموه اليورانيوم المخصب. في التكنولوجيا الحاليه عمليه التخصيب دي مكلفه جدا، وعشان كده في دول ناميه كتير ما بتقدرش تستخدم المفاعلات النوويه. اللي انا بعمله بقى، بعمل نفس العمليه بالظبط بس بالليزر. دي بقى تكنولوجيا ارخص واسهل، وده اللي هيجننهم، لان لو ده حصل هنولد الطاقه عندنا وهنصدرها لدول تانية كمان بسعر اقل ومناسب. في دول غربيه كتير مش عايزه الشعوب دي تتقدم. فهمت؟ فهمت. لاحظ ان في دول في منطقتنا بتصرف مليارات على البحث العلمي، ووصلوا لنتائج متطوره جدا، ودخلوا النادي النووي من زمان. ولازم عشان يحصل التوازن نبتدي احنا كمان البرنامج النووي. ده موضوع كبير قوي. الله يكون في عونك يا نوال. ده انت جبل شايله كل ده وساكته. معلش يا حماده، انا دوشتك قوي النهارده، بس انا كنت محتاجه افضفض مع حد. مع حد؟ اي حد كده؟ انت مش اي حد يا حماده. يا حماده يا جامد، اطلع نام بقى، انا سهرتك وانت بتصحى بدري. صباح الخير. وانت من اهله. ايوه. انا ايناس يا حماده، ما تقفلش السكه، انا عاوز اتكلم معاك. مفيش كلام بيني وبينك يا ايناس. لا في كلام يا حماده، وكلام كتير كمان. انا لسه لا طليتك بنفقه ولا جرجرتك في المحل. احترمت نفسي وسكت، والشيك المضروب اللي انت اديتهوني انا ما خدتش فيه اي اجراء. كان ممكن اوديه النيابه واسجنك، لكن برضه صنت العيش والملح اللي بينا. لازم اشوفك يا حماده عشان نقعد نتكلم وكل واحد ياخد حقه. طب امتى؟ اوكي، وانا هكون في انتظارك. ربنا ياخدك يا شيخ. نعم. معلش يا حماده، انا بس كنت عايزه اقول لك كلمتين. الكلام اللي حصل بيني وبينك يا ريت ما حدش يعرف اي حاجه عنه، يعني كاني ما قلتوش. طبعا يا نوال، ما اقول انا هطلع اسرارك بره. مالك يا حماده؟ شكلك متضايق، في حاجه؟ ما فيش. ولا الباوي. نعم يا سماجه. الواد ابراهيم. ايوه هو ابراهيم. وماله كده والدروش؟ ربنا هداه يا سيدي، عقبالك. وشيل الكوتشيه دي عشان الادام بيدنا ودي بتجيب الفقر. لم بنت نفسك وروح اعمل لنا شاي بحليب، يلا اتكل. العب يالا. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. قبل ابراهيم، منا ومنكم ان شاء الله. كنت عايزك في كلمتين يا ابراهيم. ما نخرج من الجامعه. خير يا استاذ شفيق؟ كل خير يا ابراهيم يا ابني. يعني انا في موضوع كده كنت عايز اكلمك فيه، بس قبل كل شيء عايز اعبر لك عن مدى فرحتي بالهدايه اللي ربنا هداها لك دي. يعني بكلمك كده بعشم بما اني في منزله والدك. تحت امرك. الست والدتك يعني ربنا يخليك ليها ويخليها ليك، من كتر حبها فيك مش عايزه تزعلك، وبعدين انت كنت امرتها بموضوع النقاب ده. مش انا اللي امرت،
ربنا سبحانه وتعالى هو الأمر. أيوة يا ابني ونعم بالله ما قلناش حاجة، بس يعني الظروف اللي هي فيها دي ما تستحملش النقاب. يعني إيه؟ أنت عايزها تقعد كده متبرجة؟ يا ابني لا سمح الله، أنا ما قلتش حاجة زي كده، بس تغطي راسها ماشي، لكن النقاب هي ما تستحملش كتمة النفس. ليه؟ هي عيانة؟ لا يا ابني ربنا ما يجيب لها أي حاجة وحشة، أمك الحمد لله زي الفل، بس يعني أصل بصراحة أمك حامل.